صباح الخير. سنتعرف اليوم على فن الزخرفة العربية والإسلامية الأرابيسك. تعرف الزخرفة على أنها مجموعة من الخطوط والنقاط والأشكال الهندسية، وعدد من الرسوم للنباتات والحيوانات، وعدد من الكلمات المتداخلة والمتناسقة التي تعطي في النهاية شكلا مميزا يستخدم لتزيين الكنائس والجوامع والمباني والمدافن وغيرها. تعتبر الزخرفة أحد علوم الفنون العربية، وهي إما أن تكون وحدات طبيعية آدمية أو نباتية أو حيوانية، أو وحدات هندسية تحولت إلى أشكال تجريدية وترك فيها المجال لخيال وإبداع وإحساس الفنان. ومن أهم الزخارف الإسلامية الزخارف النباتية. أبدع الفنانون العرب في استخدام الأشكال النباتية كفروع الأشجار والأوراق والثمار والأزهار في تشكيل الزخرفة الفنية. كثرة استخدام هذا النوع من الزخرفة في القرن التاسع للميلاد، وكانت ذروة لهذا الاستخدام في الفترة الممتدة بين القرنين الثاني عشر والثالث عشر للميلاد. الزخرفة الكتابية. استخدم الفنانون العرب خط العربي كعنصر زخرفي، فبعد أن كان الخط العربي وسيلة للعلم والمعرفة أصبح مظهرا من مظاهر الجمال الذي ينبض بالحياة والسحر، ولازال هذا النوع ينمو ويتطور إلى أن بلغ أكثر من 80 نوعا، وذروته كانت في العهد العباسي، وتعتبر نوعا من أنواع الترف الفنية الذي لم تبلغه أي أمة من الأمم سابقا. الزخرفة الهندسية. بدأ التوجه لاستخدام الزخرفة الهندسية في العصر الأموي، وأبدع فيها بشكل قل نظيره في أي حضارة أخرى. بالرغم من بساطتها، فهي تستخدم الأشكال الهندسية الأساسية، المربعات والمستقيمات والدوائر والمثلثات، وأصبحت أساساً لأشكال الزخرفة الإسلامية، وتميزت بطابعها القوي الذي يظهر جلياً في استخدام التكوينات الأطباق النجمية التي ازدانت بها المصنوعات الفنية والهندسة المعمارية. الزخرفة التصويرية. كانت الكائنات الحية تستخدم في الأعمال الزخرفية، اتخذها الفنانون قديما كأحد الأشكال الأسطورية، ولأن تصوير الكائنات الحية يعتبر شكلا من الأشكال الوثنية، فقد رغب الفنانون المسلمون بالابتعاد عنها. أخذ هذا النوع يتلاشى تدريجيا، وحلت الرسوم الجدالية بدلا عن هذا النوع من الزخرفة. وفي النهاية لابد من ذكر عنصر الضوء كعنصر فني استخدم لإثراء هذه الفنون، فالضوء بالنسبة للمسلم عامة وللعربي بشكل خاص رمز الوحدة الإلهية، فضلاً عن أن الطبيعة التي يعيش العربي في كنفها تمتلئ نوراً وضوءاً أكثر من أي طبيعة أخرى. من هنا كان الضوء عاملاً مهماً في الزخرفة المعمارية الإسلامية. واستنادا لما سبق، ذكرنا مثالا معماريا وفنيا يمثل أروع ما وصلت إليه الفنون الإسلامية، وهو قصر الحمراء بمدينة قرناطة في الأندلس السابق وإسبانيا حانية. وسنتناول بشكل مبسط أوجه الجمال في هذه التحفة المعمارية. يعتبر قصر الحمراء من أهم المعالم السياحية بإسبانيا، شيده الملك العربي أبو عبد الله محمد الأول في القرن العاشر الميلادي، وتعود بعض أجزائه إلى القرن الثالث عشر الميلادي، وقد استغرق بناؤه أكثر من 150 سنة. من أهم سمات العمارة العربية والإسلامية الواضحة في أبنية القصر كاستخدام العناصر الزخرفية التي ذكرناها سابقاً بكل أنواعها، كما واستخدم الجص الملون والبيضات القشاني في إكساء الجدران. وفي سنة 2007 اختير قصر الحمراء ضمن قائمة الكنوز إسبانيا الاثنى عشر في استفتاء صوت فيه أكثر من 9000 شخص.
فناء الريحان الكبير يعود سبب تسميته إلى أشجار الريحان، وهي تحيط ببركة مياه تتوسط المكان، ويؤدي باب فناء الريحان الشمالي إلى بهو صغير اسمه بهو البركة. بهو السفراء أو بهو قمارش، وهو البهو الذي يلي فناء الريحان من الجهة الشمالية، ولهذا البهو شكل مستطيل وفيه كان يعقد مجلس العرش. فناء السرو، أول ما يلفت النظر في هذا الفناء غرفة فسيحة زخارفها متعددة الألوان مع بروز اللون الذهبي ثم الأزرق والأخضر والأحمر، في وسطها نافورة ماء صغيرة. قاعة الأختين، عرفت هذه القاعة بهذا الاسم لأن أرضها تحتوي على قطعتين من الرخام متساويتين وضخمتين. بهو الأسود، وهو من أشهر أجنحة قصر الحمراء، ومن الجهات الأربع أروقة ذات عقود يحملها 124 عمودا، في وسط البهو نافورة الأسود، على حوضها المرمري المستدير 12 سدا من الرخام تخرج المياه من أفواهها بحسب ساعات النهار والليل. من الجدير بالذكر أن الحضارة الإسلامية استخدمت الفوارات في زخرفة الحدائق العامة والخاصة، وتمثل فوارات قصر الحمراء وجنة العريف نموذجا متطورا لما وصلت إليه إبداعات المسلمين في ذلك الوقت. قاعة بني سراج، ولهذه القاعة شكل مستطيل، فرشت أرضها بالرخام وتعلوها قبة عالية في جوانبها، نوافذ يدخل منها النور، وفي وسط القاعة حوض نافورة مستديرة من الرخام. قاعة الملوك أو قاعة العدل تقع شرق بهو السباع، وزين السقف بصور 10 من ملوك غرناطة تعلوهم العمائم، وهناك صور فرسان ومشاهد صيد. كما يحاط قصر الحمراء ب37 برجا عملاقا، وهم برج قمارش، برج المتزين، برج العقائد، برج الأكام، برج الأسيرة، برج الأميرات، برج الماء، برج الرؤوس. أما الأبواب فهي 5 أبواب، منها باب الغدور، باب الطباق 7، باب السلاح، باب الشراب داخل الأسوار، باب الشريعة المدخل الرئيسي حاليا للحمراء. كان هذا جانب من جوانب الحضارة العربية، أرجو أن تكونوا قد استمتعتم معنا. نتمنى أن نلقاكم قريبا، إلى اللقاء.